السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مرة أخرى في فنيات التوجه والحركة ومهارات الحياة اليومية. ستكون هذه هي المحاضرة الأخيرة في هذا المقرر، وهي استكمالا لما بدأناه في المحاضرات السابقة عن مهارات استخدام العصا البيضاء للكفيف. هذا أنا الدكتور محمد صفحي وزميلي الدكتور محمود رمضان عزام السيد. راح نتحدث في هذه المحاضرة عن مهارة النقاط الثلاث أو 3 point touch، ومتى يحتاجها الشخص الكفيف. طبعا يحتاج الشخص الكفيف استخدام هذه المهارة عند السير بمحاذاة الرصيف، فراح تكون النقطة الأولى على الجانب الذي يغطي جسم الشخص الكفيف، والنقطة الثانية في أسفل الرصيف، والنقطة الثالثة فوق الرصيف لتحديد الاتجاه أو لمعرفة اتجاه السير كالعشب أو البلاط أو ممر ضيق. فلو افترضنا أن هذا هو الرصيف، وهنا راح يكون الشخص الكفيف، راح تكون النقطة الأولى في هذا المكان مكان حماية الجسم، والنقطة الثانية في أسفل الرصيف، النقطة الثالثة فوق الرصيف. فلو افترضنا أن هذا هو الممر أو العشب، راح تكون النقطة الأولى في هذا المكان، النقطة الثانية في أسفل الجدار، النقطة الثالثة فوق العشب. يستمر الشخص الكفيف في السير. راح يوضح الفيديو أيضا هذه المهارة. المهارة الأخيرة اللي نتحدث عنها في هذه المحاضرة هي مهارة عبور الشارع، وكيف تتم هذه المهارة. مباشرة راح نتكلم عن خطواتها. يقف أولا الشخص الكفيف مستعدا على حافة الرصيف وممسكا بعصاه بطريقة مائلة، بحيث يدرك كل من يراه بأن هذا الشخص سيعبر الشارع. النقطة الثانية، يقوم بفحص عمق الشارع عن طريق الرصيف، المسافة بين الرصيف والشارع. كذلك يتحسس بعصاه الشارع ليتأكد من عدم وجود سيارات في هذا في هذه المسافة اللي هي مسافة عبور الشارع، متوقفة أو أي عقبات أخرى ممكن أن تعيق سيره. نقطة مهمة وهي الإنصات، ويراقب حركة السير يمينا ويسارا لمعرفة خلو الشارع من السيارات. كذلك ينصح بتدريب الكفيف في الشوارع الخالية لحين إيادته هذه المهارة، فمهم بالنسبة. طبعا هذه المهارة هي مهارة خطيرة على الشخص الكفيف، لذلك لابد أن يتم تدريبه في مناطق أو في شوارع خالية بداية حتى يجيد هذه المهارة. لأن وضحنا عدة نقاط، وهي حكاية أن الشوارع الممتلئة بالسيارات عبور الشارع فيها لن يكون بطريقة ولن يكون بشكل سهل. أيضا يفضل عبور الشارع مع مرافق ببلادنا حتى يخلق الوعي باستخدام العصا البيضاء. ذكرنا هذه النقطة، أنه يكون التدريب في شوارع خالية، وأنه يكون التدريب أيضا بمرافقة قائد مبصر إلى أن يتم إتقان هذه المهارة. راح يوضح الفيديو هذه المهارة بكثير من تفاصيلها. نشكر لكم حسن استماعكم. انتهى المقرر، ونتمنى أن نكون أنا وزميل الدكتور محمود رمضان عزام السيد قدمنا لكم الفائدة في هذا المقرر. راح تستفيدوا كثير منها في مشاهدة مقاطع الفيديو، وراح تتري هذا المقرر. طبعا هذا المقرر هو مقرر نظري وعملي، الجانب العملي فيه تم تسجيله في كثير من المحاضرات كمقاطع فيديو، وأيضا راح يتم تدريب الشخص أو الطالب في هذا المقرر على هذه المهارات جميعها. نشكر لكم حسن استماعكم وتعاونكم معنا في هذا المقرر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.